رجعنا مره تانية مشاهدين هرج سعيد، مستمرين مع بعض في فقراتنا. وصلنا لفقره جميله جدا، عايزه اقول لكم بس يعني حاجه صغيره، انه من 2009 وكليه هندسه جامعه حلوان بالتحديد بتنظم ايفنت سنوي. الايفنت ده لعمل مسابقه بين طلبه هندسه في تصميم الروبوتات. ايه شروط المسابقه وايه اللي هيتم او ايه اللي بيتم كل سنه وايه معايير نجاح المشروع ده بالتحديد اللي بيتم كل سنه في جامعه حلوان بالتحديد في كليه هندسه؟ طيب خلينا نعرف تفاصيل اكتر من ضيوفنا الموجودين معانا النهارده في الاستوديو. هيكون معانا الاستاذ احمد عبد النبي وهو طالب بكليه هندسه حلوان، وكمان هيكون معانا الاستاذه منى سرور هي طالبه ايضا بهندسه حلوان. صباح الخير، عاملين ايه؟ الحمد لله تمام. قولوا لي يا جماعه، طبعا الموضوع اي مشروع بيكون له بدايه وبيكون له نقطه انطلاق. خليني اعرف منك يا منى بدايه القصه او بدايه المسابقه دي ابتدت امتى وكان مين المشرف عليها؟ كان نشاط روبوتكس، احنا نشاط طلابي بدا من 2009. بدانا ان احنا في الاول كنا عايزين ندخل مسابقه روبوكون عشان نتعلم تكنيكال صح ونطبق نطبق اللي احنا بندرسه نظري في الكليه عملي بايدينا. فبدانا ان احنا ندخل مسابقه روبوكون، بصراحه ما عرفناش نحقق حاجه في 2009، قدرنا ناخد منها خبره اكتر ونتعلم الحاجات الجديده، نتواصل مع الجامعه عشان تساعدنا، فقدرنا نكمل مع نفسنا في 2010 وبدانا نعمل نكبر التيم بتاعنا، نجمع ناس اكتر ومتسابقين اكتر عشان يدخلوا معانا المسابقه. دخلنا الحمد لله في مسابقه 2010 وحققنا مركز ثالث في مسابقه روبوكون، وهي مسابقه عالميه بتنظمها اتحاد الاذاعه والتلفزيون الاسيوي، والاتحاد الاذاعه والتلفزيون المصري هو المستضيف للمسابقه هنا في مصر. ضيف شرف مع الاتحاد الاذاعه والتلفزيون الاسيوي. الحمد لله خدنا مركز ثالث على مستوى مصر. كانت المسابقه اصلا بتتنظم هنا، مسابقه العالم كلها بتتنظم هنا في استاد القاهره، فكنا من الناس اللي بتشارك في تنظيم المسابقه العالم. ايفنت كبير قوي بقى، واضح يعني بالظبط كانت دول العالم كلها كانت موجوده. بدانا بعد كده في 2000 نكمل طريقنا في 2011 و2012 و2013، بقى كنا حققنا النجاح الكبير بتاعنا. خدنا اول اربع مراكز، المربع الذهبي في مسابقه روبوكون، وخدنا من اول الخامس لحد العاشر، ثواني، من السادس لحد العاشر، يعني كان واقع مننا من اول 10 المركز الخامس بس. بعدين كملنا اكتر في 2014، خدنا اول 9 مراكز كاملين على بعض، وناقص العاشر بس ما قدرناش نوصل له، والحمد لله احنا متصدرين المشهد يعني. ده حقيقي، دي كويس، دي حاجه كويسه. كانت الاعتماد بتاعنا على خبره الناس القديمه وتفكير الشباب الجديد اللي بيبقى لسه داخل الكليه وحابب يدخل معانا المسابقه. بنعمل ايفنت كل سنه بندخل فيه الطلبه، وبدانا كمان من 2013 ندخل مسابقه زي ROV دي غواصه تحت الميه. بنبدا نعملها كلها بريموت كنترول من بره، بتبدا الغواصه تتحرك تحت الميه، تديتكت حاجات، تقدر تلحم، تقدر هي التاسك بتاعها المفروض يبقى كده، بس هي بيبقى سيميوليشن لتاسك شبه دي. تنفيذ الحاجات دي او المشاريع دي على ارض الواقع ده بياخد فلوس كتير او بيبقى محتاج ميزانيه كبيره، صح؟ بالظبط، الميزانيه بتبقى كبيره جدا. بس الجامعه بتقدر تدعمنا بدعم جزئي، وبنبدا نعتمد على نفسنا شويه في باقي التفاصيل بس الصغيره دي. هو يعني بنحاول نوفر كل حاجه عشان كمان نوفر حاجات نكمل. دائمه نكمل بيها بعد كده. تمام. طب قولي يا احمد، انت واضح انك من احدث المنضمين للمشروع ده، صح؟ بالظبط. طب اول سنه ليا، اول سنه تنضم للمشروع ده، ايه اللي اشتغلت عليه او ايه اللي اشتغلت فيه؟ هو اشتغلت، ما انا كشخصيا ما اشتغلتش في مجال الروبوتس، لان دي اول سنه ليا ادخل فيه، لكن يعني انا داخل المجال وحبا فيه، يعني انا عايز احط فيه حاجه ابقى حلو. ايه الدور بقى اللي قمت بيه في المشروع معاهم السنه دي؟ احنا اورجانيزيشن بنقوم بتنظيم المسابقات، وان احنا دايما بناخد الطلبه بنديهم التكنيكال والمعلومات ان ازاي يبني روبوت صح، او ان هو ازاي يبقى عنده الخبره ان هو يبني روبوت او ان هو يدخل مسابقه. الكلام ده كل الكلام ده احنا كاورجانيزيشن بننظمه. وبالنسبه للمسابقات برضو احنا بننظم المسابقات ديت، فبالتالي اللي بيبقى داخل بيبقى بياخد خبره من المسابقات يعني اكتر، وعلى قد ما بيقدر بيحاول يدخل مسابقات اكتر. حلو جدا. منى، ايه المختلف في الايفنت السنه دي عن كل الايفنتس اللي اتقدمت من 2010؟ احنا بعد ما خدنا خبره وسافرنا على العالم وخدنا مراكز على العالم كمان. سافرتوا فين الاول؟ سافرنا في فيتنام، وسافرنا في اندونيسيا، وسافرنا في تايلاند، حاجه كده شرق اسيا. خدنا مركز رابع وخامس وجائزه احسن اختراع واحسن روبوت. حلو بالظبط.
كويس. نرجع بقى لايه المختلف في الايفنت ده؟ حبينا بقى ان احنا نجدد عن الحاجات دي، ان احنا كل سنه بندخل مسابقات بس قلنا لا، احنا اتعلمنا تكنيكاليتي كتير جدا، فحابين ننقل كل التكنيكاليتي في كل المسابقات في خلال الايفنت ده. بنعمل ايه؟ هننزل بحاجه اسمها روبوتكس كامب، ده زي معسكر بيبدا نجمع فيه الطلبه، نديهم كل حاجه تكنيكال في كل المجالات، كل اللي اتعلمتوه او كل اللي شفتوه. ايوه، لمده كام اسبوع، ويبدا نعمل انترنال كومبيتيشن ما بينهم عشان يبداوا يطبقوا كل ده عملي بايديهم في وسط الكامب، وخلاص اشتغلوا عليه. نبدا بعد كده بقى هم يكونوا مؤهلين ان هم يدخلوا المسابقه. فاحنا كده يبقى احنا نقلنا لهم كل حاجه في كل المجالات، وهم قدروا يدخلوا المسابقه كالكترونكس، كبروجرامنج، كسوفت وير، كهاردوير، الميكانيكال ستراكشر، الحاجات دي كلها هم بيتعلموها في الكامب، وبعد كده خلاص هم بقى قادرين ان هم يخشوا المسابقه لوحدهم وينافسوا على العالم لوحده. حلو قوي. بس اكيد بيبقى في معايير معينه لازم تكون موجوده، او نقاط مهمه لازم تبقى موجوده لنجاح المسابقه او لنجاح المرشح للمسابقه. ايه هي المعايير دي؟ المعايير ان هم كلهم يكونوا شغالين كتيم وورك. احنا بنحاول نساعدهم بالتكنيكال، بس لازم كمان ان هم بيتعلموا السوفت سكيلز في التيم وورك. لازم يبقوا تيم وورك واحد، يعني اي تيم بيدخل بيبقى حوالي 10 افراد، 10 افراد ان انت يشتغلوا مع بعض حاجه صعبه. بيبقى في اكتر من تيم طبعا. بالظبط، بيبقى احنا بندخل احنا لوحدنا كحلوان، بندخل مثلا في روبوكون ب 11 تيم، في ار او في ب 3 تيمات على حسب. فبالظبط احنا لازم يتعلموا كل ده، يتعلموا التكنيكال ويشتغلوا مع بعض كويس، يبقوا عايزين مصرين على النجاح، بيحاولوا بكل طريقه، بيشوفوا التكنولوجي اللي واصله دلوقتي في العالم لفين، مش في مصر بس، لازم يبصوا على العالم بره، عشان احنا بنحاول نتارجت ان احنا ننافس على العالم بعد 20 سنه نبقى واخدين اول عالم. يلا جود لك ان شاء الله. جود لك احمد. انت بما ان انت من المنضمين الجدد، ايه الاضافه اللي حصلت لك لما اشتركت معاهم في المسابقه دي؟ الاضافه ان انا اخذت جزء يعني معلومات اكتر عن تكنيكال في الروبوت، كجزء بقى ميكانيكال وجزء كنترول، وهو يعني كقسم في كليه هندسه انا داخل القسم وحابب ان انا الحاجات اللي انا بدرسها في القسم اطورها في شكل الروبوتس. فبالتالي انا من عملي لنظري. بالظبط، تمام. لا، من نظري لعملي. من نظري لعملي انا حاجه اللي انا بدرسها نظري بدرسها عملي. ان كمجمل كليه الهندسه او مجمل معنى كلمه هندسه، ان انا الحاجه اللي باخدها لازم اطبقها فعلا على ارض الواقع. وكمان مجال الروبوتس احدث حاجه في مجال الهندسه دلوقتي، بيتطور كل يوم عن التاني، كل يوم بيزيد طبعا. طبعا، ودول بتطلع ودول ما شاء الله في مجال الروبوتس كل يوم جديد بتسبق الوقت. بالظبط. طب استاذه منى، قولي لي، المنضمين اللي زي احمد لازم يكونوا من المتفوقين؟ يعني في شروط معينه ولا ده له علاقه بس بالكفاءه؟ لا خالص، هو احنا بنشوف سكيلز معينه في اي حد، مش لازم يكون متعلم كل حاجه. يعني مش نكون سنه رابعه ولا ثالثه ولا احنا بنتارجت الناس بتاعه دايزي، عشان احنا اللي علينا ان احنا نعلمهم. يعني ده دورنا احنا كتنظيم، ان احنا نعلمهم كل التكنيكاليتي وندخلهم المسابقات. كاحمد ان هو يدخل معانا كمان في التنظيم، بنلاقي سوفت سكيلز معينه فيه، ان حد يبقى شخص مسؤول، يبقى شخص عايز يشتغل، شخص بيقدر، مش لازم برده يكون متعلم حاجه، لان ده دورنا. الناس القديمه دورها انها تنقل للناس الجديده، والناس الجديده دورها انها تضيف الفكر الجديد. هايل. يعني اي حد عايز او حابب ان هو يشارك معاكم في المشروع، ما فيش اي شروط ممكن تأيده ان هو ما يشتركش او يكون موجود معاك؟ بيبقى في مجال الهندسه. يعني اتفضل. ان هو يكون في مجال الهندسه لازم طبعا اكيد يكون طبعا بيدرس هندسه. طبعا اكيد، احنا كنا بنتكلم على كليه هندسه. منى، مين اللي بينظموا الايفنت ده؟ مين اللي بينظم الايفنت، ومين لجنه التحكيم بتتمثل في مين؟ الايفنت بتاعنا احنا كروبوتكس احنا اللي بنبدا ننظمه. انتوا مين بقى؟ الطلبه. يعني يعتبر ايه، احنا عاملينها ستيجز. الاستراكشر بتاعنا الاقدم، الطلبه الاقدم، يعني مش الاقدم، اللي هم قدروا يشيلوا مثلا تنظيم معين. يعني احنا عاملينها ايه، ان في عندنا ستراكشر كده كاورجنايزيشن، في بريزيدنت، في هاي بورد هيدز، وتحتيهم الممبرز بتوع الكوميتيز. فاللي بيبداوا ينظموا الايفنت البريزيدنت والهاي بورد اللي معاه. كاشراف علينا، اشراف فني، بيبقى فيه طبعا دكاتره، دكتور ادريس، دكتور عزه، طبعا الناس مديرين اللي في الجامعه مدام وفاء، الناس معانا مديرين اداره النشاط العلمي في الجامعه وفي الكليه طبعا، و
تحت رعاية رئاسة الجامعة كلها. هل اللي بيشاركوا كليات الهندسة في جميع الجامعات ولا شرط يكونوا بس جامعة حلوان؟ لا، المسابقة جامعة حلوان، المسابقة كل الجامعات كإيفنت احنا نازلين بيه الفترة اللي جاية في الكلية، فهو الكلية هندسة. طب الإيفنت هيتعمل فين؟ في كلية هندسة حلوان. في كلية هندسة حلوان، عظيم جدا. أصعب حاجة في تصميم الروبوتات إيه يا أحمد؟ هو الروبوت بيتكون من جزئين، جزء ميكانيكال ان انا ابنيه اصلا، ابني الشكل بتاعه من بره، البيز والليفتر والاكستنشن، في ان انا لما باجي ببني مبنى اهم حاجه الاساس بتاعه، هو الميكانيكال في الاساس في الروبوت. هو دوت بيبقى اصعب جزء. الجزء الثاني بيبقى جزء كنترول شويه، ان انا ازاي اعمل كنترول على الحاجه اللي انا عملت لها الاساس ده. فالاساس ده بيبقى فيه كل حاجه، فيه الويت بتاع الروبوت، عايز ويت معين، ملتزم بسرعه معينه مثلا في المسابقه، في البلاي جراوند اللي انا فيه ملتزم مثلا ان انا لما بفتح الارم بتاع الروبوت لازم اجيب مسافه معينه. فده كله بيبقى الاثنين بيكملوا بعض، كنترول بيكمل الميكانيكال والميكانيكال بيكمل الكنترول. طبعا دي حاجه صعبه ما حدش يقدر يعملها غير ما يكون يعني دارس كويس. بالظبط، ودارس كويس. مين الرقيب او مين اللي بيقول الريبوت ده او المشروع او التصميم ده جيد يقدر ان هو يشارك؟ هو احنا مش بنؤمر على قد ما احنا بنوجه. يعني بنبدا كتنظيم كروبوتكس بنبدا نوجه التيمز اللي داخلين المسابقات، لا انت ممكن تقدت في الحته دي، لكن احنا ما نقدرش نفرض راينا عليهم، لان في الاخر هم تيم لوحدهم، عايزين هم يبداوا يعني يعتمدوا على نفسهم شويه، بس بنقول راينا في الاخر. تيم واحد بس هو اللي بيفوز ولا ممكن اكتر من تيم في المشروع ده يفوز بان هو يكون موجود او يشارك في مشاريع مثلا عالميه او حاجه؟ احنا كروبوتكس بنأهل عدد تيمات معينة عشان يشاركوا في المسابقة اللي هي المحلية، وبعد كده التيم اللي بيكسب مركز أول هو اللي بينافس في المسابقة العالمية. هي العظيم بيمثل اسم مصر واسم الجامعة. طبعا اكيد. ليه ما عندناش في مصر الاهتمام بالمشاريع اللي زي دي تعتقد؟ يعني في هو تعتبر فيلد جديد في مصر، يعني هو موجود حاليا في بلاد اوروبا والكلام. طبعا بنشوف طول الوقت طبعا الحاجات دي حقيقي، شرق اسيا برضو متقدمين جدا فيها، بس احنا يعتبر فيلد جديد في مصر كروبوتكس. يمكن لحد دلوقتي كل ما نقول لحد احنا في ايه، ده في قسم ميكاترونكس، انت شغلك بره مصر، انت شغلك مش هنا مثلا. فلا احنا حابين نقول لهم ان احنا موجودين وعادي، يعني نوصل الثقافه دي للناس كلها، ومع الوقت ان شاء الله الوقت الموضوع هيكبر فالناس هترعاه هيبقى ليه اهتمامه. لانه ايه نوع التصميمات اللي اتقدمت لحد دلوقتي؟ السؤال ليكم انتوا الاثنين، اي حد يجاوب. يعني ايه نوع التصميمات اللي اتقدمت لحد دلوقتي؟ كل حاجه، في روبوت ممكن يزرع، في روبوت ممكن يعمل. كل سنه المسابقه بتختلف في التاسك بتاعتها، بتعمل حاجه معينه سيميوليشن لحاجه حقيقيه. ففي الغواصات طبعا برودكت جامد، ان احنا نعمل ار او فيز، دي حاجه تعتبر جديده في مصر برضو، ان هم ما فيش حاجه زي كده. وكمان بالنسبه للحته الثانيه في كل وده بره طبعا، بره مصر يعني عالميا، ده بيبقى موجود كتير قوي في مجال اعتقد، يعني دلوقتي خلاص الروبوت بقى موجود في كل مكان. ده حقيقي، هم بيستغنوا عن العامل البشري بالروبوت، هم بيستغلوا العقل البشري، بيستغنوا عن الايدي العامله، بيستغلوا العقل البني ادمين ده. احنا يعني احنا لحد دلوقتي نستغل الايدي، ما بنستغلش العقول. فهم ما كلنا امل فيكم بقى، انتوا الجيل اللي جاي بقى، الجنريشن الجديد اللي ان شاء الله يعني هتخلونا ننفذ ده على ارض الواقع. أكيد. وواضح انه في امل، احنا بدانا، بتقولي كمان انه في كلامك اللي فات احنا فعلا بدانا ننافس. ده حقيقي، احنا نافسنا على مستوى العالم في 3 بلاد، وان شاء الله هنكمل. يعني ايه الطموحات القريبه ان شاء الله اللي ممكن تفكروا ازاي ممكن تصميمات او مشاريع مختلفه؟ ايه اللي في دماغكم؟ هل في تصميمات معينه بتقولوا احنا عايزين وهنقدر نعملها قريب؟ هو السنه دي في روبوت هيتحرك بالطاقه المتجدده، فكون ان هو بيتحرك بالطاقه المتجدده في مسابقه دي حاجه جديده، بلس ان احنا داخلين في مسابقه تانية اللي هي ماين سويبر. ده روبوت بيكتشف الالغام عشان يهندل لو في لغم مش مكتشف، يعني يقدر يكتشفه بدل ما نستغل العامل البشري في حاجه زي كده، لان هو لو موجود يعني هو ممكن يعني يتاذي، فاحنا بنحاول نحافظ على البشريه او نحافظ على البشر في حاجه زي كده، فبنقدم ان هو يعمل التاسك دي بداله. تمام، حلو جدا. وان شاء الله احمد انت كمان بما ان انت خلاص يعني انضميت للمشروع ده او المسابقه، يعني بس اسميها مسابقه ولا مشروع؟ كروبوتكس نشاط، كمسابقات فهي مسابقات بالظبط.
حلو جدا جدا. طيب انا عايزه اقول لكم ان انتوا يعني شرفتونا النهارده في نهارك سعيد، وانا بتمنى اشوفكم بعد ما الايفنت يخلص عشان عايزين نشوف الـ 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 المسابقه او الايفنت اللي انتوا اللي هيتعمل في كليه هندسه بجامعه حلوان، واللي هيشارك فيه ناس كتير قوي، وبرضه هيشارك فيه برضه كليات هندسه في جامعات اخرى. مظبوط كده، دعيتوا الناس كلها؟ احنا عملنا دعوه للناس، لان اصلا الايفنت بتاعنا بيبقى فيه حاجه اختلاف للناس، ان احنا بنعلمهم في الايفنت ازاي بننزل روبوتس عشان الناس تشرح عليها تكنيكال. الروبوت السنه دي هيبقى ماشي في الجامعه وحد قاعد عليه وبيمشي في الكليه، بيبقى ماشي في الكليه وحد قاعد عليه عشان يوزع للناس الفلايرز، بلس ان في هيبقى فيه روبوتس الناس بتلعب بيها فوتبول جيم عشان نخليهم ينتراكتوا شويه مع الروبوتس. حلو جدا جدا، انا بشكركم واشوفكم بعد الايفنت، وتجيبوا لي بقى ايه صور وحاجات نشوفها عشان كمان نوري الناس ان احنا عندنا طلاب اذكياء وابطال وقادرين هما ينفذوا حاجات كتير قوي بنشوفها بره، عايزين نعمل زيها وعايزين نوصل لها قريب ان شاء الله. بشكركم جدا على وجودكم معانا النهارده، وجود لك ان شاء الله في الايفنت بتاعكم. كان معانا مشاهدينا الاستاذه منى سرور، هي طالبه بكليه هندسه بجامعه حلوان، ومعاها الاستاذ احمد عبد النبي، هو برضو طالب بكليه هندسه جامعه حلوان. طيب خلينا نروح لفاصل، بس قبل نروح للفاصل هيكون معانا تقرير عن مصر تنطلق. مهرجان مصر تنطلق لتكريم رموز وأبطال الزراعة التنموية والتنمية المحلية. خلينا نروح نشوفه ونرجع لكم مرة تانية ونستقبل ضيف جديد في نهارك سعيد.